تفضل <applause> بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتورة منى الزهراني أنا جدا سعيدة بحضوري للمؤتمر الدولي للهوية الوطنية خصوصا أنه يوافق رؤية المملكة 2030 جدا سعيدة بحضور ومشاركة بعض الدكاترة والأكاديميين خصوصا الرأي في أهمية الهوية الوطنية وطبعا إدخالها في المناهج السعودية كما أمس تحدث الدكتور عبد الله الحربي جدا سعيدة بحضور الأخوات وكذلك الأكاديميات وشكرا لكم على هذا المؤتمر الجدا جدا رائع شكرا لكم